أكثر من 800 قائمة فضلت دخول غمار تشريعيات 12 جوان دون غطاء حزبي، واختارت استمالة الهيئة الناخبة ضمن القوائم الحرة. وليد أحد الطاقات الشابة ترشح في قائمة الوفاء الحرة، يأمل في الاستعانة بخبرته كناشط عبر فعاليات المجتمع المدني في هذا الاستحقاق. برنامج يعني المسطر في القائمة الحرة كان يعني برنامج وطني، برنامج شامل لا يخص يعني الجزائر العاصمة بصفتي أني مترشح للجزائر العاصمة، لا يمس الجزائر العاصمة فقط، وإنما يمس جميع الولايات الوطن. نحن قائمة حرة شباب نريد التغيير، نريد بناء دولة جزائرية حديثة، نريد بناء دولة جزائرية جديدة بمقوماتها الوطنية وبرجالها الأوفياء المخلصين الغيورين على هذا الوطن. المهم والأهم هو المحافظة على السلم وأمن واستقرار البلاد، هذا هو الشيء يعني اللي يوجهوهن الشباب، يوجهوهن العائلات، يوجهوهن الأمهات الآباء. أرزق ميسوري هو أيضا آثر دخول هذا الموعد ضمن القائمة الحرة أبناء الأمة، يطمح في إقناع المواطن خلال الحملة لتمثيله في الغرفة السفلى للبرلمان. أرض أن نكون أحرارا لأننا تقنقراطيين، وبالتالي جئنا لخدمة البلد ولبينا النداء بأسس علمية وفق مبادئ علمية إن شاء الله. نحن نشتغل مباشرة مع المواطنين، نذهب إلى الأحياء، نذهب إلى الأسواق، نذهب إلى الأسر، نشتغل مع الجمعيات والمنظمات بأنفسنا، لن نطلق وعود، بل وضعنا مجموعة أفكار مشاريع تشريعية لخدمة هؤلاء. نور الهدى جامعي مترشحة في قائمة العزم والإصرار الحرة، ترى بأن الظروف الحالية تشجعها على الانخراط في الحياة السياسية، فكانت التشريعيات الفرصة الأمثل. اللي حفزتنا وخلتنا باش نشاركوا في هذه الانتخابات هو القانون الجديد تاع الانتخابات اللي منح فرصة للنساء ومنح فرصة للشبان، وهذا الشيء شجعنا باش نكونوا أعضاء ونكونوا مترشحين في القوائم الحرة. ندعو الشباب وندعو الشعب الجزائري بصفة عامة أن ينتخب وأن يكون في الموعد يوم الاقتراع، ونتمنى لهم أن يخيروا ناس اللي يشوفوا فيهم الخير واللي يشوفوا فيهم اللي يثقوا فيهم واللي يعرفوهم، لعل وعسى نجيبوا نتيجة لهذا البلاد. لأول مرة تتواجد القوائم الحرة بهذا الزخم في انتخابات المجلس الشعبي الوطني، بعد أن أتاح قانون الانتخابات 2021 الفرصة للجميع على أن يبقى الاختيار بيد الهيئة الناخبة، والشرط نواب يخدمون مصلحة الشعب والوطن.